وهي أن الزكاة تتمة لعبادة الصوم. العبادات من حيث ارتباطها بالإنسان تنقسم إلى قسمين رئيسيين: قسم عبادات مالية وقسم عبادات بدنية وقسم مخلوط بينهما. العبادات المالية تؤثر بعض الآثار في نفس الإنسان، تهذب جانب منه، تزكي جانب منه، والعبادات المالية تهذب ما بقي من الجوانب، من جوانب النفس الإنسانية. فإذا تعاضدت العبادتان أصبح التأثير للعبادات في حياة الإنسان كاملة. مثلا من العبادات البدنية المحضة الصلاة، صلاة عبادة بدنية، ما تدفع في الصلاة فلوس، قراءة وقيام وقعود وركوع وسجود. الصوم عبادة بدنية محضة ما تدفع فيها أي شيء، لكن مثل الزكاة والخمس هي عبادة مالية محضة. طيب، تلك لها آثار في النفس وهذه لها آثار في النفس أخرى. لما يجي شهر رمضان، أنت خلال شهر كامل كنت في عبادة بدنية خالصة، وقد فعلت تلك العبادة البدنية في نفسك مفعولها الخاص، باقي حتى تتممها التأثير أن يكون هناك عبادة مالية، فكانت زكاة الفطرة تتمة للصيام، كما ورد في الرواية: إن زكاة الفطرة هي تمام الصيام، كما أن تمام الصلاة الصلاة على محمد وآل محمد. فإذن لأجل هذه الأغراض ولأجل ما تؤديه الزكاة سواء الواجبة أو المستحبة من حفظ الإنسان ودفع البلاء عنه ورد الموت، حتى كما ورد في الرواية بطبيعة الحال إذا لم يبرم، هذا أيضا من آثار هذه الزكاة وحكمة تشريع هذه العبادة المالية.